الو، اهلا بك اميره. علي صوتك شويه اميره. اهلا بك. مرحبا بك اميره. شنو حالك؟ قداش عمرك لاله؟ 29 سنه. مرحبا بك لاله. شو مقلق اختي؟ شو مسهره معنا الليله؟ هي موضوع الخيانه الزوجيه. ربي لحظه، فوالا، قبل ما نبداو في موضوع الخيانه الزوجيه، كان لاحظتوا معايا غالبيه المكالمه الاولى على خيانه والمكالمه الثانيه على خيانه، راه هذا ماهوش اختيار منا. نو با دي تو. المكالمه تجيو الكل يجيبوا بعضهم. انت اليوم اذا كان المكالمه الاولى كانت على الخيانه، غالبيه المكالمات كلها تمشي في السياق هذا. هذا ونحكيه على إدمان المرة الأولى، الغالبية المكالمات كلها تجي إدمان، يعني الموضوع لا يقع التحكم فيه حسب موضوع معين، هو الفضاء مفتوح، فضاء حر، اللي يحب يحكي أي حكاية يتفضل مرحبا. من الصدف أنه في غالب الأحيان يكون نفس الموضوع هو اللي تشكل ديما على مدار ليميسيون بوندون، معناتها دوزور كاملين الكل في المواضيع هذه. دونك مش احنا اللي نختاروا في هذا، لأنه المكالمات تجي كلها هكا. مرحبا بك لله. باش نحكيه اليوم في موضوع الخيانة الزوجية، يخصك انت الموضوع مدام. اي نبدا الحكايه من الاول. حكايتي بدات من 2011. من انت معرفه ساعه؟ اي عندك صغيرات؟ عندي طفل. ربي يفضله لك يا لالا. وقداش عندك معرفه؟ تويك 10 سنين. ها؟ 10 سنين. 10 سنين. ديزون بي سافا. انت وراجلك لاباس معناتها؟ على الحب على الاخر. كان ماخذانيش، ما نعرفش شنو كان في يصير. بعديكا جبنا بيبي الاولاني. بعديكا بعد 3 سنين بديت نكتشف الخيانه. يعني بعد ما جبته صغير حسيته تغير؟ ساعة تبدلش هو تغيرش؟ شو اللي صار معناتها في حياتكم باش خلى الامور تتعكر؟ والله ما صار حتى شيء، معناتها امورنا معناها سافا، خذينا بعضنا على الحب. هذاك اللي انبهتني معناتها. كل شيء اموري سافا، فيزيكمون في الدار برا، معناتها اموركم الماديه لاباس؟ تتابعي كي الناس وخير من الناس. كي الناس وخير من الناس. عجيبه. وهذيك بديت نكتشف هكي معناها ايزولي وحده بالتليفون. تليفون شنو هو بالتليفون؟ كيفاش؟ فيسبوك معناتها. على الفيسبوك هذا. الفيسبوك هذا هبل التوانسه الفيسبوك. هذا خاطر الحكايات الكل تدور على الفيسبوك. لاحظتها تو عندي شهرين في الايميسيون هذيا، الناس الكل المشاكل اللي يحكيوا عليها كلها حكايه فيسبوك. قرب العباد، لكن احنا الغالب ما ناخذوهوش في الطنس الباهي، قاعدين ناخذوا فيه في الحاجات الخايبه. معناتها ما كاش بيناتنا مطاط ولا حاجه، ولا فما المطاط ما بيناتنا. معناتها كنتوا ثقه مع بعضكم؟ اي على الاخر معناتها. اي كان بديت بشوي بشوي نحس معناتها مش لما بالتليفون. اي نهاري ميساج معناتها قلت له شكون؟ قال لي لا حبش يحكي سيرة. قلت له لا تعرف نحب نشوف شنو هي الميساج هذا. شفت شنو هي الميساج ولا؟ لقاها قالت له ترى مثلا في الميساج قالت له تروح تفوت العشرة نتاع الليل تشوف. شكون اللي قتله؟ هذه صاحبته. هي قالت له وراك هو الميساج ولا كيفاش؟ هي انا خديت التليفون معناها بس. قعدت نتبع في الحكاية نلقاها تصل مقابلتنا. جارتكم؟ ايه عرفتها؟ اي طفلة صغيرة. بدات تقرا سانكيم اني وقتها. ظروفهم تقرا شنو؟ قداش عمرها؟ قداش عمرها؟ ما ندخلنيش فيهاش تقرا. اي وقتها عمرها سيزو مينور معناتها. هما كاينين ظروفهم على قدها على الاخر. قعدنا في المشاكل، مره يقول لي نقص. حكيتوا في الموضوع معناتها؟
حكيتوا انت راك تخون فيا مع بنت جارتنا ويا ولدي ايه. ريد ويا ولدي اركح يا ولدي راه ما يجيش راه عيب حكيتوا معنا معناتها نلقى روحي اونسانت ومن الحكايه والغش وكل شيء بيبي طاح يا رسول معناتها حسيلو المفيد تاع علي هاو قصة وبطل هاني تغششت هاني مشيت لدارنا هاو دارهم تدخلوا مشيت لامها وبوها هذه الطفلة. انت خذيت الموضوع سيريو والا طفيت الضوء ساعة خانت فيها من الاول طفيت الضوء تفهمنا على اساس معناتها كلمة معناتها هو شبد عليها وهيك نصلحوا وعليش وش فما قعدنا هكا نحكي كيف يبغى هي قاعدة هي اللي قاعدة حتى كي هو يحب يقص هي ما تخليهوش كيفاش عرفت؟ ما ديما نلقى معناتها على الفيسبوك ولا في الستوريك ندخل ولا فهمت ديما نلقى معناتها اي هاو المشكلة وين طويكة الحكاية الطويكة مع بعضهم طويكة مع بعضهم 5 سنين خمسة سامحني 5 سنين وانت ايش قاعده تعمل يا مدام؟ انا هاني متغشش هاني نرجع اي دونك انت سلبيه انت اي اذا كان سلبت انا معناتها خاطر سامحني شنو هو الدليل على انه يخون فيك سامحني؟ الدليل هو في بيت وانا في بيت قداش عندكم على الحاله هذه؟ عمي عمي وشنو هو الاخر؟ نلقى كارت ميمار كارت ميمار شنو؟ كارت ميمار نتاع الاوردناتور معناها مش اي شفت شنو اللي فيها؟ تصور معاها بيسين وبحر ومحويت وشيخات وخرجات وعشاويت ومعناها ما نحكي لك لا وش لقيت اخر؟ اكثر من هكا معناها لا نسال فيك انا نسال ايه هذا هو نسى زيد معناتها زيد نتاع عشق وغرام على الاخر ايه معناها هيك الحكايات ما هو في اكثر حاجات ممكن اكثر معناتها خاطر في الاوف قلت فما دي فيديو ايه فما شنو هما الفيديو؟ في البحر فيديوهات بيسين وبحر وحب وغرام كهو لا فما فما امور ايش فما قول لي شنو اللي فما نسال فيك يا مدام ما نعرفش أمور سكس موجودة معناتها فما معناتها فما مشاهد معناتها إباحية بيناتهم الزوز فما ومعناتها كي نسيو معناتها الشغل مش نطلق وكل شيء هو يقول لي ليه هاني أنا باش نمشي هو ما يمشيش مش ما يمشيش مدام حاسك سلبية حاسك قابلة للخيانة مدة 5 سنين حاسك هكا ما نعرفش ولا هو باش يمشي يطلق مش انت اللي باش تطلق وكأنك قبلت كأنك سلمت امرك لله معناتها حسيتك هكا جو بونس اكزاكتومون اي سلبيه انت 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 لهنا انت حاسه انا عندي نحسها عاديه انت انت ولا موضوع الخيانه عادي عندك عادي كأني نفطر في فطور قهوه عادي عادي معناتها يجي نهار من نهارات وتعمل انت كيف وتقول انت؟ لا امبوسيبل علاش ما انا قلت عادي حتى في حاجه ما فما حتى مرات تصفيق نجم تقول لي الجمله هذه اللي قلتها انت تو حتى مرات وكلها مقتنعه بها ومقتنعه اللي راجلك يخون فيك وقاعده عايشه معاه مانيش راضيه بها الحكايه نسالك سؤال نورمال ما راجلك يخون فيك اطلق هذا الوضع الطبيعي تطلب الطلاق ناخذ ديسيزيون وكل شيء بعد نقعد ونقول نورمال بربي سامحني يخون فيك وتحبه ظهر فيك احنا بالطبيعة لكن ما شنو بالطبيعة؟ لا لا بشوية بشوية بالحديث يا ميرا شنو بالطبيعة؟ فتني بالحديث هيك كمل كمل نلقى صار اللي هو زي في الدار جابها لك لدارك ايوه انا مش في الدار وتحب وراضية؟ مانيش راضية، فما حتى واحدة ترضى هكا معناها. إي علاش ما طلقتش؟ هي علاش طلبت أنا؟ أنت طلبت باش نقول لك طلقوا ولا ما طلقوش؟ لا مانيش أنت علاش طلبت أنت؟ أنت علاش؟
مادام انت تضحك اسمع تضحك وعامله جو شيخه على الموضوع. سي نورمال. شنو هو اللي سي نورمال؟ مضمون ولا عرفت؟ يا مرضى عند شكون؟ عند تنازل تخاف. وتضحك لتوا؟ انت عجبتك الحكايه؟ بديتو كيفاش عجبتك؟ شو قاعد تضحك؟ مش نبكي بكيت من الاول سي بون طبعا نخدم على روحي وعاد حياتي عادية نهز ولدي وراجلك يخون فيك ويجيب في المرأة للدار وعندك تصاور وفيديوهات وهذا كل عادي اي انا طبعا ما خديتش ديسيزيون معلش علاش ما خديتش ديسيزيون مانيش عارفة عليه لا جاوبني نو 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 مدام ولا بحق نحكي معاك ولا مانيش عارفه تحبوا الراجل هذا وهو يخون فيك ايه ولا لا تنقل لا لا ما عادش تحب لا لا ما باهي شنو هو اللي خليك تقعد مع الراجل هذايا؟ وقفت ولدي مسخفني معناتها وانت مش مسخفك حالك؟ على الاخر مسخفني حالي وولدك مش مسخفك؟ مسخفني اما ليش تعمل بيه راجل كيما هكا؟ أعطيني حل أنت أعطيني حل أنا في أنا في هو مازال مكمل في الحكاية إيه بالله هي بالله أوه. وأنت مازلت مكملة ساكتة لا أنت ما كنت حل وعينك في عينه وعينك في عينها إيه نو هما نقلوا عاد أما مازال يمشي لها يا سيغ نقلوا مش بعد هي. إذا كان الراجل هذايا ما تحبوش مدام بغض النظر ما تحبوش خانك تطلب طلاق مستحيل تعيش مع إنسان خانك أنا في تقديري الشخصي راهو ماهيش نصيحة ليك أنت في تقديري الشخصي خانك كاوما شنو اللي مازال إلا إذا كان أنت إلا إذا كان أنت تسمح أنك تعيش مع راجل وخانك ديالي انا كل يوم نقول فيه كل يوم لكن ما تقوليش ولدي هو اللي مخليني ما نخوش وما نصدمش على قرار الطلاق هذيك هي اكثر حاجه معناها قرصان ما خلوش يروح لك للدار ولا يروح للدار ولا ما يروحش وكل واحد في بيت ما حكيتوش مع بعضكم في الموضوع هو ما يحبش الموضوع ها هو ما يحبش يحكي فيه شي يقول لك تحكي معاه ساعة انت في الدار ولا؟ نحكي كذا ما ضاع هاي الطلطل نحكي في حتى كل واحد شدد البيت خيانة مكشوفة هذه على خير لله ربي عاونك هذا اللي لازم نقوله لك خذ قرارك يتواصل مع راجل يخونك يتقص مع راجل يخونك وهاوكا واقرا حتى مام لي كومنتير ولا ميساج الناس كل ضدك راه اللي قد تقول فيه غلط راه انا خويتي ضدي مش معناتها ايه مالا مدام فيق فيق على وضعك معناتها فيق فيق لازم لو بلوتو بوسيبل لا لا ميرسي عايشك لالا تصبح على خير وليلتك زينه نوصلوا معاكم الى حدود الساعه الثانيه صباحا في برنامج سرك في بير على موزايك كفام الاذاعه الاولى في تونس رقم الهاتف 71 113 ألف نجموا تخليوا ايضا المساج نتاعكم على صفحه رسميه لموزايك كفام على الفيسبوك تخليوا لنا رقم الهاتف وملخص للحكايه اللي باش تحكيوها ونتصلوا بكم بعد لحظات راجعين